لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة بمناسبة وهو توقيع عقد من أهم الحقيقة العقود اللي إحنا إن شاء الله بنوقعها في عام 2015، وهو خاص بحماية شواطئ اسكندرية. الحقيقة يمكن قيمة العقد حقيقة ما شاء الله يعني 188 مليون جنيه. بنتكلم بيحمي شواطئ اسكندرية بطول 1600 متر. الحقيقة يمكن بيبدأ الحاجز ده، حاجز الغاطس بنسميه حاجز غاطس، وده أول مرة هيئة حماية الشواطئ بتنفذ حاجز بهذا الشكل، هو غاطس حتى يعني بالنسبة للسياحة اللي بيمر على الشاطئ في اسكندرية لا يحجبه حاجز أمواج، بيجرى البحر على امتداد النظر، وبالتالي هذا الحاجز ملائم من الناحية السياحية لشواطئ اسكندرية، وبالتالي دي تجربة يعني لهيئة حماية الشواطئ من الحاجات اللي احنا بنعتز بيها. بيبدأ من بير مسعود شرقا وحتى المحروسة في الاسكندرية غربا بطول 1600 متر لمدة 4 سنوات، حجم العمل كبير بقيمة 188 مليون جنيه. هذا الحاجز له مزايا ان هو هيكسب شواطئ اسكندريه شاطئ جديد، ان اسكندريه من الشواطئ المعرضه للتاكل بفعل العوامل الجويه والمناخيه. كلنا عارفين طبعا العوامل المناخيه والتغيرات المناخيه لها تاثير على الشواطئ المصريه. فهذا الحاجز بعد تصميمه ان شاء الله بيضيف مساحات جديده لشواطئ اسكندريه، وكلنا نعلم قيمة الأرض في هذه المنطقة، ولهذا الشاطئ له عائد يعني طبعا مكسب لأهل اسكندرية والرواد لهذا الشاطئ. فده بنسميه مرحلة أولى. في مرحلة تانية بتبدأ أيضا من حيث انتهينا، المرحلة التانية بتبدأ من سيدي جابر في الاسكندرية شرقا حتى السلسلة غربا بالتكلفة تصل إلى حوالي 400 مليون جنيه، ايضا لحمايه شواطئ اسكندريه، وايضا سيكون حاجز غاطسا وبطول 2 كيلو وحاليا في مرحله الدراسات تمهيدا لطرحه ايضا في خطه هيئه الشواطئ في عام 2015. وبالتالي نقدر نقول اسكندريه يعني من اكثر المحافظات التي تستقبل اعمال حمايه للشواطئ على مدار او عمر هيئه الشواطئ. محافظه اسكندريه لها نصيب اكبر من هذه الاعمال. اللي احنا بنقوله النهارده او هذه اللي هنقول ان شاء الله او توقيع العقد في اطار اعمال الهيئه، هيئه الشواطئ عملت مجموعه اعمال بمليار و300 مليون جنيه لحمايه شواطئ مصر. شواطئ مصر طولها 3000 كيلو سواء البحر الابيض او البحر الاحمر، وبالتالي المنظومه ديت تم الصرف عليها مليار و300. حاليا مشروعات ب 260 مليون جنيه حاليا، وايضا تحت الدراسه مشروعات ب 690 مليون جنيه. هذه الارقام بتعكس طبعا رساله الوزاره وحمايه شواطئ مصر. وهنقول حقيقه يمكن ليست خفيه على معظم حضراتكم، لولا هذه الاعمال التي تم الانفاق عليها من ميزانيه الدوله لكانت تعرضت شواطئ مصر إلى غرق في النواة الماضية. النواة اللي كانت قاسية وكانت الضراوة بتاعتها، يعني فضل ربنا إن هذه الأعمال حمت شواطئ المحافظات الشمالية من الغرق. اسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، حتى بورسعيد، كل هذه الشواطئ لطف ربنا بهذه الأعمال أنقذت مصر من فقدان كثير من الاستثمارات الموجوده. وبالتالي ما تم دفعه الحمد لله جاء اليوم ان احنا بيحمي شواطئنا بتوفيق ربنا وفضله، ومرت النواه الماضيه على خير، وكان هناك غرفه عمليات على مدار الساعه مع رئيس هيئه الشواطئ وهو مع الفريق بتاعه، كانوا بيطمنونا اول باول. الحمد لله لحد ما تم الاطمئنان. وبعد ايضا ما اطمنا عن هذه الاعمال كان هناك مبلغ مجنب للطوارئ، ان شاء الله عندنا
حاجز رشيد 40 مليون جنيه ب 40 مليون جنيه ان شاء الله بنعلن النهارده. بنبدا كنا من خصاصتهم للطوارئ، فال 40 مليون جنيه دول هيخصصوا لاعمال حمايه لحاجز رشيد وتدعيمه. هو موجود بس احنا بندعمه ايضا الحمد لله مر على خير، لكن بنقول بندعمه علشان مصر ستتعرض لتغيرات مناخيه كما اثبتتها الدراسات، ستكون يعني في السنوات القادمه يمكن بتزيد شويه، لكن الحمد لله بنطمن الحمد لله مرت النواه على خير اللي هي النواه اللي كنا كلنا في شهر فبراير الماضي. يعني يمكن النهارده حتى لا نطيل على حضراتكم، النهارده مخصص لهذه الاحتفاليه وهو توقيع هذا العقد. مشروع له دراسات علميه، سيتم عمل له نموذج رياضي معملي في كوريا. في كوريا نموذج طبيعي في كوريا او هولندا ان شاء الله. في كوريا او هولندا ان شاء الله. او هولندا نموذج معملي. خبراء البلدين ان شاء الله بيتعاونوا مع بعض في هذا النموذج المعملي. حتى تكون نتائج الدراسات مبنية على أساس علمي صحيح، وبنشوف طبعا هذه الدراسات ومتتواكب إن شاء الله مع عمل تجهيز الموقع اللي هي المقاولين العرب إن شاء الله يكون لها نصيب، تبدأ في عقد توقيع العقد لمدة 4 سنوات بإذن الله. ومشروع من المشروعات وزارة الطري بتعتز بيها.